تدري انه اكتشاف المايكروويف صار بالصدفة وخلال الحرب العالمية الثانية؟ بسنة 1945 كان بيرسي سبنسر يشتغل على تطوير نظام رادار للجيش الامريكي، وخلال احدى التجارب لاحظ ان الشوكولاتة اللي بجيبه ذابت بفعل الامواج الكهرومغناطيسية اللي كان يستخدمها. وذاك اليوم تفاجأ وعاد التجربة مرة ثانية على طعام بارد، وشاف انه الطعام يتسخن بشكل سريع جدا بفعل تأثير الحرارة الناتجة عن تحرك جزئيات الماء بالطعام. ومن ذاك اليوم استمرت التجارب والأبحاث والتطوير إلى عام 1947، وقاموا بتسويق أول مايكروويف تجاري باسم رادار إنج ومن قبل شركة ريثر. ولكن كانت بيفة المشكلة، وهو أنه وزنه 340 كيلوغرام وسعره بذاك الوقت 5000 دولار أمريكي، يعني بقيمة صرف اليوم يساوي 42 ألف دولار أمريكي، والعالم ما كانوا يقدرون يستخدموه بالبيوت لأنه سعره كان كلش عالي. لكن نرجع لأصل الاختراع اللي هو تسخين الطعام عن طريق الذبذبات الكهرومغناطيسية اللي تحرك جزيئات الماء اللي موجودة بالطعام. هذا الشيء صحي أو مو صحي؟ اكتب لي بالتعليقات، واني علي عبد الله ويلا دقيقة.